القياس بالليزر. ازاي بنقدر نقيس بالليزر؟ بنسمع كتير عن ناس بتقيس بالليزر، عايزين نتعلم ونشوف ونفهم ازاي الحكاية دي بتتم، يعني ايه هنقيس بالليزر. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر نقيس بالليزر. الواقع ان انا عندي كذا طريقة للقياس بالليزر، هنناقش منهم طريقة النهاردة لذيذة جدا وبسيطة اسمها ليزر دوبلر انيمومتري. كلمة انيمومتري يعني بيقيس السرعة، وليزر يعني بيستعمل الليزر، ودوبلر ده ليها علاقة بحاجة اسمها الدوبلر شيفت هنشوفها بعد شوية. خلينا نشوف الفكرة ببساطة خالص الأول. أنا هعمل شعاعين من الليزر، أدي شعاع وأدي شعاع تاني، وأنا هطلع الاتنين دول وهخليهم يتقاطعوا مع بعض في الحتة دي ببساطة خالص. لما يتقاطعوا مع بعض نتيجة خصائص شعاع الليزر نفسه هيتكون فيهم مناطق مظلمة ومناطق بيضة، مناطق سمراء ومناطق بيضة، مناطق سمراء ومناطق بيضة زي ما انت شايف هنا في الحتة دي كده. وبعدين انا هحط في الحاجة اللي انا عايز اقيس سرعتها، الهواء او المية او غيره اللي انا بقيس سرعته، هحط حاجة زي دخان السجاير، حاجة خفيفة جدا ما تأثرش على الشيء اللي انا بقيسه، هنسميها سيد بارتكلز. تخيل ان هي دخان سيجارة، البارتكلز دي وهي معدية من المناطق المظلمة والمضيئة هيحصل لها كده. شايف بتعدي هنا ازاي؟ شايف دي؟ هتعدي من هنا اهي، هتعكس الضوء فهستقبل منها إشارة عاملة الشكل اللي انت عامله اللي انت شايفه قدامك ده. الشكل ده اسمه الدوبلر شيفت، ماشي؟ الدوبلر بيرست، الدوبلر بيرست هي دي، الدوبلر بيرست هو الشكل الجميل ده. ايه سبب الشكل ده؟ الشكل ده زي ما انت شايف الضوء عمال يزيد ويقل ويزيد ويقل ويزيد ويقل، لما بيعدي في حتة مضيئة بيبعت إشارة، لما بيعدي في حتة ضلمة بيقل. وبسبب خصائص الضوء نفسه، ضوء الليزر اللي هنشوفها بعد شوية، لما وهو بعيد بيكون عموما الإضاءة قليلة اهي، وبعدين دخل في قلب عمود الليزر، في قلب شعاع الليزر زادت، وبعدين بعد عن قلب الشعاع فراحت قلت تاني. هي دي أساس عملية قياس السرعة بالليزر. طيب أنا كده عملت إيه؟ أنا لما استقبلت الإشارة دي أنا من هندسة الشكل عارف المسافة بين الشرايط السودا دي وبعضها، أنا عارفها، وهستقبل الإشارة دي وأدي شدة الإضاءة وأدي الزمن. طب ما خلاص، ما السرعة هي مسافة على زمن، السرعة هي مسافة على زمن. يعني تقصد يا دكتور تقول إن دي عملية دايركت ميجرمنت، قياس مباشر؟ آه قياس مباشر، نسبة الخطأ فيه أقل طريقة لقياس السرعة فيها خطأ، أقل طريقة لقياس السرعة فيها خطأ هي الطريقة دي. ليه؟ لأن أنا حيث إن أنا عارف المسافة، خلاص أنا كده خلاص أنا عارف المسافة بين نقطة بيضة ونقطة بيضة ونقطة سمراء ونقطة سمراء، ومن هنا إداني الزمن، المسافة على الزمن إدتني السرعة بشكل واضح وبسيط ومباشر. هذه المحاضرة هيقدمها لكم الدكتور عبد الماجد إبراهيم عيسوي، أستاذ مساعد في هندسة القاهرة وحاليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودي جزء من أحد الكورسات الموجهة لطلبة هندسة القاهرة، ولكن بنحاول نخليها بسيطة يستطيع أي حد إن هو يفهمها ويستوعبها عشان نحبب الناس عموما في هذه المسائل. إذن هذه الإشارة اللي أنا تلقيتها اللي هنسميها الدوبلر بيرست، فهمنا إذن هي معمولة كده ليه؟ هي في صلب عمود الليزر بيكون أقوى ما يمكن، وفي الأطراف بيكون أقل ما يمكن هي، وكمان عمال ينور ويطفي ينور ويطفي ينور ويطفي حسب المناطق البيضاء والسمراء اللي هو بيعدي جواها. وادي السيد بارتكلز اللي احنا قلنا تقريبا دخان سجاير او غيره، في انواع مختلفه كتير، دي عايزه محاضره لوحدها، بتعدي من جوه فبتعكس بترفلكت على المستقبل بتاعي هذه الاشاره. انا هاخدها احولها لجزئين، جزء اسمه البيدستال ده لهو، ده بيعبر ببساطه عن انه شعاع الليزر في ذاته بيخضع لحاجه اسمها الجاوسيان ديستريبيوشن، ان هو في السنتر بتاعه اقوى ما يمكن وفي الاطراف بيقل، والتوزيع ده بيكون جاوسيان ديستريبيوشن، توزيع طبيعي. وبفصل الجزء ده اللي باخده، يعني باخد الاشاره الرئيسيه هنا من خلال مجموعه فلاتر وبطلع منها ديت، يبقى ديت اسمها البيدستال وديت اسمها البرست. ببساطه خالص انا عارف المسافه بالمليمتر بين نقطه ونقطه، بين الشريط الاسود ده والشريط الاسود ده،
وهنا جبت الزمن بين الشريط الاسود والشريط الاسود، خلاص يبقى السرعه هي مسافه على زمن، والف مبروك جبنا السرعه. اه يبقى اذا لما عدت وحده سيد بارتكل هنا انا عرفت اجيب السرعه. طب لو ما عدتش سيد بارتكل، لا يبقى انا ما قستش، يبقى انا مش هقيس غير لما السيد بارتكلز تعدي جوه المنطقه دي. المنطقه دي هنسميها الميجرمنت فوليوم، حجم القياس، الميجرمنت فوليوم. ولما السيد بارتكل هتعدي من جواها هقدر اقيس. خد بالك، يبقى لازم السيد بارتكل تعدي ولازم تعكس اضاءه كافيه. لو عكست اضاءه ضعيفه انا كده برضو مش عارف اقيس، لازم تعكس لي اضاءه كافيه. وكمان لازم مش اكتر من واحده يعدوا مع بعض، يعني مش حلو ان يبقى عندي واحده هنا وكمان واحده هنا وكمان واحده هنا وكمان واحده هنا، يبقى اربعه مع بعض يبعتوا لي اشارات ملخبطه. انا عايز واحده تعدي بعدها بشويه واحده تعدي وهكذا. واللحظات اللي ما فيش سيد بارتكلز بتعدي انا ما عنديش اشاره وما عنديش قياس. طيب ببساطه خالص جدا، المسافه بين شريطه وشريطه من دول معروفه اهي، هي الويف لينث بتاع الضوء على 2 في ساين ثيتا على 2، حيث الثيتا هي الانجل بلاهيه الانجل بين الشعاعين دولت. جميل. وانا من هنا هطلع التردد من خلال اي عمليه زي الفاست فوريه ترانسفورم، تردد البرست ديت، هضرب المسافه في التردد راح اطلع الفيلوسيتي. فاذا دي دايركت ميجرمنت. الفيلوسيتي اللي انا قستها هنا هي الفيلوسيتي العموديه على الشرايط دي، الشرايط دي هنسميها الفرنجز. فرنجز. يبقى اذا انا عندي مجموعه من الفرنجز والسيد بارتكلز هتعدي جواها، والفرنجز دي اتكونت من خلال شعاعين من الليزر بينهم انجل اسمها ثيتا، وعندي فوتو ديتكتور مستقبل ضوئي هيتلقى هذه الاشاره ويعمل لها فلتر علشان يخلص من البيدستال ويبقى إيه للبرست لوحدها، ثم يعمل لها عملية زي الفاست فوريه ترانسفورم يطلع لي التردد بتاعها. مجرد ما تعرف التردد الباقي ده معروف، اللامدا دي معروفة والانجل دي معروفة، خلصنا مبروك، أصبح عندي السرعة بتاعت السيد بارتكلز العمودية على الفرنجز. يعني أنا بقيس هنا كام مكون للسرعة، كام velocity component، أنا بقيس 1 velocity component. طب يا دكتور لو عايز 2 لو عايز 3 ما فيش أي مشكلة خالص، لو عايز 2 لو عايز 3 كل velocity component هتعوز شعاعين من دول، اعمل اتنين كمان واعمل اتنين كمان بالشكل ده تقدر تجيب ال 3 دي dimensions. طيب ده الايميل بتاعي اذا حد عنده اي سؤال. تعالى نبص على الصوره الكبيره الاول زي ما بنعمل كل مره، نفهم منها اساسيات الموضوع وبعدين ندخل في التفاصيل. يبقى انا عندي مصدر للاضاءه، وادي الانجل ثيتا اللي اتكلمنا عنها، وادي الفرنجز اتكونت هنا اهي، وادي مصدر الاضاءه الليزر دوت له ويف لينث اسمه لامدا، والمسافه بين الفرنجز وبعضها اسمها دي، دي سب اف يعني فرنجز. السيد بارتكلز عدت من خلالها، يبقى لازم اعمل سيدنج للفلو بتاعي، اعبيه حاجه زي دخان سجاير او غيره في انواع مختلفه. المهم في هذه السيد بارتكلز شرطين اساسيين، يمشي مع الفلو، يعني يبقى سرعتها هي سرعه الفلو، ده معناه ان السيد بارتكلز دي لازم تكون صغيره جدا جدا جدا، وكمان يعكس اضاءه كتير، وكمان يعكس اضاءه كتير علشان اقدر استقبل بالفوتو ديتكتور بتاعي المنظر الجميل اللي انا في انتظاره دوت. طيب بعد كده الضوء اهوت تم ارساله، يعني اذا الضوء تم ارساله من الليزر هنا، عدى على حاجه اسمها براكسل هنشوف وظيفتها بعدين، وعدى على حاجات حولت بيم سبليتر، حولت الشعاع اللي خارج ده الى شعاعين، دخلوا الاثنين، واحد دخل من هنا والتاني دخل من هنا، وعدوا على العدسه وراحوا دخلوا بانجل اسمها ثيتا، اتقطعوا مع بعض هنا في الميجرمنت فوليوم اللي انا رحت مدخل فيها فلو عايز اقيس سرعته، وجواه سيد بارتكلز، اتكونت الفرنجز اللي هي شرايط مظلمه ومضيئه، البارتكلز عكست اضاءه تاني، ادي شكلها، هذه الاضاءه تم تجميعها هنا اهو 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 من خلال اوبتيكال فايبرز كابلات ضوئيه الى الفوتو ديتكتور اللي حصل على هذه الاشاره، ثم هيتعمل لها سيجنال بروسيسنج، هتخلص من الترددات اللي انا مش عايزها عشان افصل البيدستال عن البرست، ثم اقدر
أستطيع إن أنا أحصل على الفلوسيتي مع الزمن. ثم نعمل لها داتا أناليسيس في محاضرة مستقلة هتكون رائعة جدا 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 بإذن الله، هشرح لكم فيها كل خبرتي في الداتا أناليسيس في وقت معقول. طيب يبقى إذا مصدر الليزر طلع الضوء اللي قسمنا الشعاع إلى 2 وعديناه على حاجة اسمها براكسل هنشوف وظيفتها بعدين. الشعاعين دخلوا آدي واحد وآدي الثاني، دخلوا اتقطعوا مع بعض هنا بسبب خصائص الليزر، عملوا مناطق constructive و destructive interference، مناطق مظلمة ومناطق مضيئة، مناطق مظلمة ومناطق مضيئة. السيد عدى عكس هذه الإشارة اللي تم استقبالها من خلال الكابل والفوتو ديتكتور، ثم هتتعرض لعملية سيجنال أناليسيز بالفلاتر، نشيل البيدستال ونخلي البرست لوحدها، ثم بالفاست فوري ترانسفورم نطلع التردد ده لهو. وببساطة خالص المسافة بين الفرنجز مضروبة في التردد هي دي الفلوسيتي. يبقى أنا عندي continuous laser، ما هوش pulsed laser زي الـ PIV، هنشوف بعد شوية الفرق بينهم. continuous laser يعني الليزر شغال على طول، يجي من هيليوم نيون، يجي من أرجون أيون، يجي من أندياج، أنواع مختلفة من الليزر. ثم الـ transmitting optics، الـ transmitting optics اللي هي المجموعة دي كلها من مخرج الليزر هنا كل دي كده لغاية ما توصلني إلى الميجرمنت فوليوم اسمها الـ transmitting optics، مكونة من بيم سبليتر، لازم أقسم البيم قطعتين، ثم حاجة اسمها بيم اكسباندر هنشوف وظيفتها بعد شوية، ثم البراكسل، ثم اكروماتيك لينز. يبقى دي الأربع حاجات دول اسمهم الترانسميتنج اوبتكس، وادي الفلو شايل السيد بارتكلز، اتبعتت الإشارة إلى الريسيفنج اوبتكس اللي هي برضو اكروماتيك لينز وسبيشال فلتر والفوتو مالتبلاير والفوتو ديتكتور، راحت على السيجنال كونديشنر عمل لها الفلتر، شال البرست لحالها، جاب البيدستال لحالها، خدت البرست عملت لها امبليفيكيشن، جيت هنا عملت لها الفاست فوريه ترانسفورم سبيكترم انالايزر. سبيكترم انالايزر يعني انا ببص على التردد، ثم بعتها للبي سي هيضرب الفرنج سبيسنج في التردد يديني السرعه في اللحظه دي للسيد بارتكل اللي عدت جوه الميجرمنت فوليوم. تعالوا بقى نشوف كل جزء من دول بالتفصيل. قبل ما نعمل كده تعالوا بس نشوف مميزات المساله دي عموما وعيوبها. ده نون انتروسيف تكنيك، يعني ايه؟ يعني انا ما دخلتش حاجه جوه الفلو، بس السيد بارتكلز ده زي دخان سجاير بنعتبر عموما انه ملوش تاثير. السبيشال والتيمبورال ريزولوشن انا تقريبا بقيس في نقطه، هي اسمها الميجرمنت فوليوم، هي صغيره جدا، هنشوف بعد شويه ابعادها ايه. التيمبورال ريزولوشن يعني اقدر احس بتغيرات سريعه، اقدر اخد نقط المسافه الزمنيه بينها، الزمن بين نقطه ونقطه مش كبير. في الحقيقه الزمن ده بقى بين نقطه ونقطه هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على زمن وصول السيد. كل ما واحدة سيت هتعدي هنا هتديك قراية، كل ما واحدة سيت هتعدي هنا هتديك قراية. يعني لو انت عايز تزود التمبورال ريزولوشن تعمل ايه؟ حط سيت اكتر، بس اوعى تحط كتير قوي والا يعدوا 2 3 مع بعض يبوظوا لك السيجنال. هتكتشف بعد شويه من اعقد الامور في القياس بالليزر هو ظبط السيت. لو انت ظبطت السيت بسرعه عمل بقى كويس. السيت فيه شويه شروط، لازم يكون خفيف يمشي مع الفلو، لازم يعكس اضاءه كويسه، ولازم يبقى عدده مناسب يديني تمبورال ريزولوشن كويسه، يعني كل شويه واحده تعدي بس مش كتير قوي والا ما يعدوش كتير مع بعض، عشان ما يعدوش كتير مع بعض لان دي هتعمل مشكله. هل ده بيشعر باتجاه الفلو؟ مين اللي هيعمل كده؟ حاجه اسمها البراكسل هنتكلم عليه بعد شويه. هل انا محتاج بقى عاير؟ لا، هو في الحقيقه هيتعاير مره واحده وتعرف الديستنس بين الفرنجز دي قد ايه وممكن تجي لك في الكتالوج جاهزه وخلاص. يبقى عكس الهوت واير، مش عايز عاير كل شويه. العيوب هو غالي شويه. الفيلوسيتي سامبلز بتوصل عند زمن عشوائي. يعني ايه عند زمن عشوائي؟ يعني انا ما اقدرش اقول اديني نقطة قياس عند زمن 2 ثانية و2 1 من 10 و2 و2 من 10 و2 و3 من 10 و2 و4 من 10، ما اقدرش. ليه ما اقدرش؟ لانه انا زمن القياس عندي مرتبط بوصول السيد الى الميجرمنت فوليوم. اهو لحظة ما السيد دي يخش في الميجرمنت فوليوم هاخد قراية. اللحظة اللي وراها هتيجي امتى؟ لما حباية السيد اللي وراها تخش تاني. دي هتيجي امتى؟ الله اعلم. فمن هنا بنقول ان هو راندوم تايم. عملية الداتا بروسيسنج كومبليكيتد شوية علشان بفصل البيدستال من البرس، وبعدين باخد البرس وبعمل لها امبليفيكيشن، وبعدين بعمل لها فاست فوريه ترانسفورم على سبيكترال انالايزر وبطلع منها الداتا. في بقى مشكلة انت لازم تكون واعي ليها، الفيلوسيتي بايس. يعني ايه فيلوسيتي بايس؟ يعني انا تخيل ان في لحظات السرعة فيها عالية قوي، لحظة ما بتكون السرعة عالية قوي بيعدي سيد بارتكلز كتيره،
في اللحظه دي سرعه عاليه، عدى واحده وراها الثانيه وراها الثالثه وراها الرابعه وراها الخامسه وراها السته وراها السبعه. جميل، سبعه سيد بارتكلز عدوا مع بعض ورا بعض كده، كل واحده ادتني سرعه، كل سبع سرعات دي عاليه. بعد شويه السرعه قلت، لما السرعه قلت جت واحده، فين لما جت الثانيه، فين لما جت الثالثه، فين لما جت الرابعه، على ما وصلت ان يجي سبعه زي اللي فات كان فات زمن اكتر. ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا لما هاخد الداتا واجي عامل افريج، اجي مجمع السرعات دي كده واقسم على عددها، ماشي، مجرد اريثمتيك افريج، اجيب المتوسط الجبري البسيط، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ان الازمنه اللي كان فيها سرعات عاليه انا خدت فيها نقط كتير، بينما الازمنه اللي كان فيها سرعات قليله خدت فيها نقط قليله. لو انت خدت المتوسط الحسابي بس للسرعات، ده هيديك ان السرعه اللي طالعه لك في الاكسل اعلى من السرعه الحقيقيه. اشمعنى؟ لانه الزمن اللي كان فيه سرعه عاليه انت ما قريتش نقطه واحده، ده انت قريت سبع ثمان نقط ورا بعض، بينما في نفس الزمن اللي كان السرعه قليله انت خدت بالكثير نقطه او اتنين. فلو جبت بس المتوسط الحسابي هيطلع في الاخر انه السرعه اللي طالعه لك من الاكسل اعلى من السرعه الحقيقيه. بس دي حاجه ممكن تتاخد في الاعتبار، وعلشان كده بنقول ان هي فيها شويه كومبليكيشنز شويه في الالجوريثم وانت بتطلع السرعات. يبقى المبدا معتمد ان في موفينج سيت هتمشي، هتخلق فرنجز، وهتبعت اشاره، هذه الاشاره الدوبلر بيرست، وهذه الاشاره متناسبه، التردد بتاعها متناسب مع سرعه البارتكلز. جميل جدا. خد بالك بقى، انا ليه بستعمل ليزر في القصه دي؟ الضوء العادي ما ينفعش ليه؟ اصل بص، الليزر يتميز من ضمن مواصفاته الجميله جدا ان هو الويف لينث بتاعه ثابت، التردد الموجي بتاعه ثابت. انا الفريكوانسي اللي هاخده ده بيكون اصغر بكتير جدا جدا من تردد البيم نفسه. فلو جبت ضوء مش ليزر وقعد تردده يتهز، يعني يزيد شويه ويقل شويه كده، لو اتهز ان شاء الله 1% لخبط لي الاشاره، لانه التردد اللي انا هقيسه اوردرز اوف ماجنيتيود لس، اقل بكتير جدا من التردد بتاع الليزر الاصلي. ماشي، فانا عايز الليزر يكون تردده ثابت، يعني ثابت. عشان كده دي احد الاسباب اللي بنستعمل بيها ليزر. بنستعمل تاني علشان الليزر مونوكروماتيك، تردد وحيد، يعني ضوء وحيد التردد، فيقدر يديني الفرنجز، يقدر يديني الكونستراكتيف والديستراكتيف فرنجز ديت. اي ضوء تاني فيه ترددات كتيره، الضوء الابيض اللي جاي من الشمس مش هيدي الكلام ده. ماشي، ضوء الليزر كوهيرنت. يعني ايه كوهيرنت؟ يعني الفوتونات كلها ماشيه ان فيز مع بعض، فكلهم بيساعدوا بعض، فبيبقى الاضاءه مطرح ما في اضاءه قويه جدا، ومطرح ما في ضلمه ما فيش اضاءه خالص. فاذا السيت بارتكل هو معدي هيعكس اضاءه كتير، هيعكس اضاءه كتير، هتكون السيجنال دي كبيره. الكلام ده مفيد في ايه؟ مفيد ان اقدر، اذا طالما هيعكس اضاءه كتير اقدر ان انا احط سيد الدايمتر بتاعه صغير قوي، لانك انت لو حطيت لي سيد الدايمتر بتاعه كبير مش هيمشي مع الفلو، هيقع. فيبقى انت بتقيس، خد بالك انت ما بتقيسش سرعه الفلو، انت بتقيس سرعه السيد دايما، وانت فارض عامل اسامبشن رئيسي ان سرعه السيد مساويه لسرعه الفلو. يبقى الكلام ده معناه ان لازم السيد يكون صغير جدا جدا، سو ات كان فولو ذا فلو، يقدر يمشي مع الفلو. طب لما هو صغير الدايمتر بتاعه صغير، جميل، عشان ما يقعش. جميل، هيعكس اضاءه ازاي ان شاء الله؟ هيعكس اضاءه ضعيفه، بس مش مهم، لان الاضاءه اللي جايه له من الليزر نفسها قويه. دي من ضمن الاسباب اللي بتخلينا نستعمل الليزر في هذه المساله. مثال على كده الهيليوم نيون تايب، وده الطول الموجي بتاع التردد بتاعه. كلمه ليزر معناها ايه؟ لايت امبليفيكيشن باي ستيمولييتد ايميشن اوف راديشن، عمليه تكبير الضوء بان انا بعمل ستيمولييتد ايميشن اوف راديشن، بتطلع لي فوتونات كلها كوهيرنت، كلها طالعه في نفس الزاويه مع بعض بتردد واحد، والدايفرجنس بتاعه قليل جدا، يعني ماشي في خط مستقيم كده اهوت، لما يوصل الى الهدف ما الانجل بتاعته ما بتفتحش قوي. الفلو نفسه فيه سكاترينج بارتكلز، سكاترينج بارتكلز دي قلنا شروطها الاساسيه تكون الدايمتر بتاعها صغير جدا، ويكون ان هي بتفولو ذا فلو، تايني بارتكلز الدايمتر بتاعها في حدود فيو مايكرونز، الميكرون هو 1 على 1000 من الملي، شعره الراس دي حوالي 70 مايكرون، يعني هي اصغر منها بكتير، 5 مايكرون 10 مايكرون
2 مايكرون 3 مايكرون. كل ما هتصغر كل ما هتقدر تديك فريكوانسي ريسبونس اعلى. يعني ايه فريكوانسي ريسبونس اعلى؟ يعني هتقيس تغيرات متلاحقه في الزمن. هيكون الانبوت بتاعك مثلا في ايدي الفريكوانسي بتاعها 10000 هرتز تقدر تحس بيها. كل ما تكون صغيره كل ما تكبر كل ما تقدرش تحس بالتغيرات السريعه دي في الفريكوانسي. طيب السيت ده هيعكس اضاءه، هيعكس بحاجه اسمها الماي سكاترينج. ماشي، الماي سكاترينج يعني ايه الماي سكاترينج؟ في عده انواع للسكاترينج. لما الضوء بيقع على البارتكل في كذا طريقه للعكس الضوء، ولكن لما بيكون السيت بارتكل السايز بتاعه زي الويف لينث او اعلى بيبقى اسمها الماي سكاترينج. هذه الاشاره هتروح على الفوتو ملتبلاير اللي هو هيديني اشاره كهربائيه التردد بتاعها متناسب مع الفيلوسيتي اللي احنا شفناها من شويه، اللي هي الاشاره دي الفوتو ملتبلاير موجود هنا. ماشي، الفوتو ديتكتور والفوتو ملتبلاير موجودين هنا. وزي ما قلنا ادي الاشاره هتيجي كده، المنطقه دي كده اسمها البيدستال، بنفصلها عن الاشاره نفسها. والزمن ده بجيبه هو مقلوب التردد، يبقى السبيكترم انالايزر بيديني التردد، منه بجيب الزمن، ومن معلوميه المسافه بين الفرنجز بقى عندي مسافه وبقى عندي زمن. خلاص خلصت، مبروك، انا كده جبت السرعه. زي ما احنا شايفين في الرسمه ديت، ادي الفيلوسيتي هي المسافه بين الفرنجز في الفريكوانسي، والمسافة بين الفرنجز هي لامدا على 2 في ساين ثيتا على 2. هنتكلم في المحاضرة القادمة على الـ LDA Basic Components، هنمسك بقى كل كومبوننت لوحده كده ونتكلم فيه شوية.